كلمة صغيرة قبل ما بلش اليوم. البعض كان مفكر انه أيلول الشهداء هو أيلول شهداء القوات، وعراسهم رئيس الشهيد بشير جميل. بس أحداث الأيام الماضية أثبتت أنه أيلول الشهداء هو أيلول شهداء كل لبنان، من أقصى شمال لأقصى جنوب، مرورا من البقاع وجبل لبنان وبيروت. تحياتنا الحارة جدا لآخر دفعة من جنود الجيش اللبناني اللي سقطوا دفاعا عنا. تحياتنا القلبية وكل شعورنا مع أهليهم، أماتهم، بياتهم، زوجاتهم، ولادهم، اخوتهم، اخواتهم، كل قرايبينهم. بدي اقول لهم انه ولادهم قاموا بكل واجباتهم على افضل ما يكون. ما في استشهاد اشرف من هالاستشهاد، بس للاسف البعض ما تركونا نتهنى حتى بهالاستشهاد. بدي اطلب هلا من الجميع نوقف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الجيش اللبناني. كمان قبل ما بلش، وخلافا للعادة، بدي رحب اليوم بيناتنا بممثل فخامة رئيس الجمهورية النائب الصديق إبراهيم كنعان. كمان بدي رحب بممثل دولة رئيس مجلس الوزراء الصديق الوزير والنائب جمال جراح. رفاقي الشهداء، رفاقي الشهداء، هنيئاً ليكم جيشاً، لكم جيشاً لبنانياً وطنياً قوياً، لحظة فك عقاله بلغ الفرات زئيره والنيلة. من فجر الأشرفية وعين الرمانة وزحلة وأناف إلى فجر الجرود، فجر القاع وراس بعلبك، مقاومة واحدة بدواعش متعددة بأسماء مختلفة وأزمنة متفاوتة، لكن النصر واحد آحد دائما أبدا للبنان. عندما بدأنا بالمقاومة كانوا ألوفا مؤلفة وكنا بضع مئات، ومع ذلك انتصرنا. أما اليوم فنحن لبنان والعالم بأسره معنا، فانتساراتنا حتمية وستكون أضعاف مضاعفة. قاومنا بقلة من السلاح والذخائر، إرهابيي الأرض وغزاة تلك المرحلة، يوم كان الجيش مغيباً مشلولاً. واليوم وبعدما عاد الجيش ليستعيد دوره بامتياز، بتنا نقاتل بالقوة السياسية والكلمة والموقف والإرادة، وإذا اقتضى الأمر العودة عدنا. إن شاء الله ما يقتضي الأمر. لا دواعش ل 1975 أخافتنا، ولا دواعش الجرود وما بعد الجرود تخيفنا. من عنده يوحنا مارون وآلاف الشهداء ذخائر لقضيته، لا تقوى عليه دواعش الأرض كلها. لا تقوى عليه دواعش الأرض كلها، فمصيرهم على أيدي جيشنا البطل جهنم وبئس المصير. رفاق الشهداء، أنتم فخر المسيرة التي وصلنا بها إلى قمم البطولة والإيمان والعنفوان، وأوصلتمونا معكم إلى عز عطاءاتنا وإنجازاتنا وانتصاراتنا. أنتم من يبقي وهج قضيتنا التاريخية حياً في قلوبنا
كأنها في بداياتها الأولى في خضم بحار من القرف والوصولية والفساد واللامبالاة والانغماس في زواريب السياسات الضيقة الانتفاعية الآنية. لا نعرف كيف نفيكم حقكم في زمن البرودة والانحلال وسقوط المبادئ والقيم، وفي عصر الخفة والاستهزاء والاستهتار في مقاربة القضايا الوطنية والمصيرية الكبرى. رفاقي الشهداء، نحن اليوم لا نحيي ذكراكم فحسب، وإنما نعيد تجسيد وعيش لحظات الشهادة معكم لحظة بلحظة. كان يمكن لكل فرد منا أن يكون في أي لحظة اسماً آخر مضاف على لائحة الشرف التي تزينها أسماءكم في هذا الاحتفال. أما وأن الله قد من علينا بسنوات إضافية من الحياة، فواجبنا تجاهه وتجاه التاريخ والوطن والقضية لا أن نكتفي بتكريمكم بأقوالنا وصلواتنا فحسب، بل في كل عمل من أعمالنا أيضاً. فإكراماً لذكراكم الغالية، سنكون دائماً حيث تريدوننا أن نكون، وسنكون تماماً كما أنتم كنتم حراس أمناء لشعب غال وتراث عريق وقضية مقدسة، ولن نقبل بأن تستشهدوا مرتين. رفاق الشهداء، إن الأفكار والتساؤلات التي تتجاذب رفاقكم هي نفسها التي تتجاذبكم في عليائكم. فمنكم من يتساءل عن جدوى تضحياته ودموع أمهاته عندما يرى هذا الكم الهائل من المرتزقة والوصوليين الذين صنعوا أمجادهم الباطلة على حساب دمائكم الطاهرة. ومنكم من يرى أن القضية المقدسة التي اعتنقها شعبنا قبل عشرات القرون تتقاذفها أمواج سياسية غير واضحة، فيما القضية الوطنية عرضة للطعنات المتتالية من الأقربين والأبعدين. رفاقي الشهداء، إن أسئلتكم محقة في هذا الزمن الرديء، لكن ثقوا ولا تخافوا. نحن هنا، أنتم هنا، والمسيرة التي نمشيها أنتم من يقودها، وأنتم من يسيرها، وأنتم من ينير دربها. فلا خوف على القضية ولا خوف على لبنان. لا المعادلات السياسية تنسينا واجبنا الوطني والأخلاق تجاهكم، ولا الظروف تعطينا أحكاماً مخففة تجاه أي خطوة مستقبلية. اطمأنوا، فكما خضتم غمار نضالاتكم العسكرية بكل نبل والتزام وأخلاق وشفافية، هكذا يتابع رفاق لكم اليوم خوض غمار المعترك الحكومي والنيابي والسياسي والتشريعي بالصلابة عينها والأخلاقية نفسها. كما كنتم حراساً ساهرين على أمن لبنان وحريته وسلامة شعبه، نحن اليوم جميعاً قيادة حزبية ووزراء ونواب نقوم بعملنا بكل استقامة وشجاعة وتضحية وشفافية لرفع شأن مؤسسات الدولة والارتقاء بها إلى حيث يجب أن تكون، فنفوز بثقة الرأي العام ونظهر صورة القوات اللبنانية المشرقة النظيفة على حقيقتها بعدما حاولت قوى الظلم والظلام والظلمية لعقود تشويهها وطمسها بكل ما أوتيت من دعاية وتجن وفبركات صحفية وقضائية. تحية كبيرة لكم وزراء ونواب القوات اللبنانية، لأنكم أظهرتم وبما لا يقبل الشك والتشكيك الوجه الحقيقي لحزب القوات الذي طالما عملت قوى الظلام على طمسه وتشويهه. ومن هنا نقول وعلى رؤوس الأشهاد، إن الحجر الذي رذله البناؤون أصبح اليوم حجر الزاوية، حجر الأساس. رفاقي الشهداء، أمور كثيرة تغيرت في العامين الماضيين، فعلى الرغم من الجراح والآلام طوينا صفحة أليمة تعيسة من الماضي الحزين استمرت لأكثر من 35 عاماً، طويناها إلى غير رجعة. لقد قيل الكثير الكثير في تفاهم المعراب،
ولكن ما سيحفظه التاريخ عنه هو أنه كان نقطة تحول أساسية غيرت المناخات نحو الأفضل بشكل لم يسبق له مثيل داخل المجتمع الواحد في كل مدينة في كل قرية وحي حتى داخل البيت الواحد في بعض الأحيان. من جهة ثانية قلب هذا التفاهم المعادلات وأدى فيما أدى إليه، وبعد سنوات عجاف من الفراغ أدى إلى انتخاب رئيس ذي صفة تمثيلية حقيقية إلى سدة الرئاسة الأولى وإلى قانون انتخاب جديد لم يكن ليبصر النور لولا تفاهم معراب ووجود رئيس مصمم في قصر بعبدة. يخطئ من يعتقد أن تفاهم معراب كان تفاهماً على رئاسة الجمهورية فحسب، وسينتهي مفعوله مع انتخابات الرئاسة أو عند مواجهة أول عقبة. إن التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر هو ضرورة، خصوصاً للشراكة المسيحية الإسلامية الحقة التي لا يمكن لأحد تنكر لها، وبالتالي يتوقف على هذا التفاهم مستقبل لبنان بأسره. إن التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وجد ليبقى وسيبقى. هلأ أيها اللبنانيون، عوض أن يعطي تحرير الجرود من الإرهابيين، عوض أن يعطي الدولة اللبنانية قوة دفع كبيرة باتجاه بسط سيادتها وسيطرتها على كامل ترابها الوطني، مستفيدة من الزخم الشعبي والمعنوي العربي والدولي، وعوض أن تسلم جميع الأطراف اللبنانية بالكفاءة العالية للجيش اللبناني وبقدرته في الدفاع عن لبنان، نجد بعض الأطراف منزعجة من الانتصار الكامل الذي أوشك الجيش على تحقيقه، محاولاً حرمانه وحرمان اللبنانيين من جني ثمرة هذا النصر معلوياً أولاً وبالمحاسبة القضائية ثانياً. فها هو حزب الله مدعوماً من النظام السوري، وقبل ساعات من إطباق الجيش اللبناني على ما تبقى من مسلحي داعش المحاصرين في مربعهم الأخير، فها هو يتولى مفاوضة هؤلاء المسلحين ثم يسهل خروجهم، وكأن لا أسرى لنا قتلوا ولا شهداء وجرحى من الجيش اللبناني والمدنيين سقطوا، وكأن لا تفجيرات وقعت في القاع أو في الضاحية الجنوبية أو في رأس بعلبك والبقاع، وكأن لا لبنانيين ينتظرون اعتقال هؤلاء القتلة الإرهابيين وسوقهم إلى العدالة. والأدهى من ذلك كله محاولة إقناع اللبنانيين بأن كل هذه الصفقة كانت للكشف عن مصير العسكريين المفقودين، بينما يعرف القاسي والداني معرفة اليقين بأن العسكريين المفقودين أحياء كانوا أم شهداء كانوا مع مسلحي داعش المحاصرين، وكان الجيش اللبناني سيستعيدهم بكافة الأحوال بالإطباق على داعش. للأسف حتى جربوا يغشوا أهالي شهداء الجيش ويقولوا لهم لو الجيش أطبق على داعش كانوا ماتوا كل داعش، وما قدرنا عرفنا وين شو مصير العسكريين، وكأنه مش صاير عملية إطباق بالتاريخ، وكأنه ما صار أي عملية إطباق هلأ بآخر جمعتين ثلاثة شهرين ثلاثة، وكأنه مثل ما كلنا سوا منعرف أنه أي عملية إطباق وخصوصاً بالوضع اللي كانوا فيها داعش ممكن يموت منهم 1-2-3%, 5-10-20-30%، بس أكيد مش 100%، وبالتالي كنا منقدر نعرف وين مصير العسكري المفقودين، بالإضافة إلى أنه كتار من الجهات الرسمية أكدت أكثر من مرة أنه كانت عارفة أصلاً شو مصير العسكريين المفقودين من قبل، وكانت ناطرة اللحظة المناسبة تتعلن عنها. يكفي للواقع تحويراً، يكفي للحقيقة تزويراً، إن نسيتم لن ننسى. لذلك نحن مع كل تحقيق يجري، لكن من دون إغفال الفصل الأخير والأهم
من عمل على تهريب داعش وتخليصها من قبضة العدالة. أوقات البعض بيتصرفوا مثل كأنه بطل في ناس بهالبلد، مغلطين كتير. إذا كنا ساكتين تنمشي الحال مش معناتها أنه مصدقين اللي عم بتقولوا. بتحبوا تقولوا تفضلوا. أيها اللبنانيون، يعيش لبنان أزمة جوهرية وبالعمق على مستوى وجود الدولة والكيان بحكم ازدواجية السلاح ومصادرة القرار الاستراتيجي، قرار السلم والحرب من قبل حزب من الأحزاب اللبنانية، مع ما يعنيه ذلك من تشويه لصورة الدولة اللبنانية وضرب لصدقيتها، بالإضافة إلى ضرب الميثاق الوطني وأسس التعايش التي قام على أساسها لبنان من خلال ازدواجية المعايير بين اللبنانيين وعدم عيشهم تحت سقف قانون واحد، وما جرى مؤخراً في معارك فجر الجرود لا خير دليل على ذلك، إذ فاوض حزب الله على معارك خاضها الجيش اللبناني ومن ثم حاول مصادرة ثمار ما أنجزه الجيش. من جهة أخرى، أظهرت معارك فجر الجرود أن للبنان جيشاً جدياً قوياً يلتف اللبنانيون جميع اللبنانيين حوله، ويستحوذ على اهتمام أصدقاء لبنان كافة عربا وأجانب. فإذا كانت الحال كذلك، لماذا تبقى هكذا مؤسسة شرعية تحت المكيال، ويترك المجال واسعا أمام حزب يتجاوز الشرعية وترفضه أكثرية اللبنانيين انطلاقاً من سلاحه الغير شرعي ومصادراته للقرار الاستراتيجي وارتباطاته الخارجية؟ نجمد الجيش، ما منخلي يشتغل، إنه ما فيه وما كذا، وبنفلت هوديكي. وبالوقت يلي بس تحرك الجيش ب 48 ساعة على لحظة كان وصل على جوات سوريا حتى. طيب، بالإضافة إلى أن هذا الحزب يستعدي الأكثرية الساحقة من أصدقاء لبنان في الشرق والغرب انطلاقاً من سياساته، ويستمطر على لبنان العقوبات والويلات من كل حدب وصوب، ما ينعكس على اللبنانيين حصاراً، فقراً، تعتيراً وتخلفاً. لقد آن الأوان لكي يتم وضع حد لهذه الإزدواجية. إن سياج لبنان الوحيد هو الجيش اللبناني، وكما رفع هذا الجيش راية لبنان فوق تلال القاع ورأس بعلبك، بس تركوه يتنفس دقيقتين بس تركوه، أوكي، لا بد من أن يرفعها فوق كل التلال التي ترسم حدود لبنان، من شاطئ العريضة في الشمال إلى وادي خالد، ومن وادي خالد إلى جرود عرسال والمصنع، ومن المصنع إلى رشية فجبل حرمون وشبعة وكفر شوبة، ومن القليعة إلى رميش فعلم الشعب والنقورة، ومن النقورة إلى حدود نفط لبنان ومياه الإقليمية. الأرض أرضنا والمياه مياهنا والسماء سماؤنا والجيش وحده جيشنا وهو سياجها كلها. لن نسكت عن الباطل ولو اعتقد هذا الباطل أن الأمر الواقع ومرور الزمن وردوخ البعض يكسبه بعض المشروعية. فالباطل يبقى باطلاً ولو تبنته عشرات الألوف، والحق يبقى حقاً ولو نادى به شخص واحد، فكيف إذا نادت به أمة برمتها؟ إذا اعتقد البعض بأن مشروعه قد انتصر في لبنان وسوريا وقضي الأمر، مغلط كتير، وقد فاته أن مشروعه السياسي سبق له منذ العام 1990 وكان سائداً ومهيمناً على لبنان وسوريا، ومع ذلك دحره اللبنانيون في 14 أذار 2005 وسندحره هذه المرة أيضاً ولو بعد حين. ولنا في
في قول الإمام علي أفضل تعبير عن ذلك: دع الأمور تجري في أعنتها ونم نوما قريرا هانئ البال، فما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. أيها اللبنانيون، لقد بلغت الأزمة السورية بعد 7 سنوات على اندلاع الثورة حداً لا يوصف من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، كما الدمار والخراب والمآسي التي لحقت بالسوريين. أضف إلى ذلك تداخل مجموعة عوامل ومصالح إقليمية ودولية باتت ترخي بثقلها على الجغرافيا السورية لجهة التنازع على مناطق السيطرة والنفوذ بين دول عدة. أمام هذا الواقع الدموي والمعقد والمتشابك، يبقى الشعب السوري الضحية الأولى، وهو لم يقترف أي ذنب سوى توقه للحرية والديمقراطية والتغيير على غرار معظم شعوب العالم الحر. إن أي حل سياسي في سوريا لن يكتب له النجاح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب السوري ومطالبه المحقة، والتي على أساسها أطلق هذا الشعب ثورته في 15 أدار 2011. هذه المطالب تتلخص بانتقال سياسي كامل وشامل للسلطة تبعاً لمقررات مؤتمري جنيف 1 و2، وكل ما عدا ذلك ليس سوى إطالة لأمد الأزمة ولعذبات السوريين وتهديد مستمر لاستقرار المنطقة. صحيح أن ضرب داعش والنصرة في سوريا هو خطوة جيدة على طريق الحل، لكن الوصول إلى حل جذري يكمن في التخلص من داعش والنصرة، وبالتوازي من مسببات داعش والنصرة، أي النظام السوري والذي لا يقل داعشية عن داعش بالذات. بالمناسبة، يحاول البعض الضغط لإقامة علاقات سياسية مستجدة بين الحكومة اللبنانية ونظام بشار الأسد، وبحجج مختلفة: إعادة النازحين، تنسيق في معركة الجرود، إنجاز اتفاقات زراعية، كأنه ما في اتفاقات زراعية، هي أول مرة تعرفنا على سوريا وبدنا نبدأ بالزراعة نحن وياها، مرور الشاحنات اللبنانية مثلا من 200 سنة لهلا ما بتمرق الشاحنات بسوريا، هلا بدها اتفاقيات تتمرق، عازم. ولكن قبل أن يحاول هذا البعض إنجاز الاتفاقيات على أنواعها أو إعادة النازحين، فليعيدوا لنا أسرانا ومفقودين في السجون السورية وفي طليعتهم بطرس خوان. ولتلغى معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي كانت قد أقرت بقوة القهر في ظل الاحتلال السوري للبنان، وليلغى المجلس الأعلى اللبناني السوري لأنه غير دستوري، وليسلم المحكومون قضائياً في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وعلى رأسهم علي المملوك، ولترسم الحدود مع سوريا، وليعترف بلبنانية مزارع شبهة، وبعدها لكل حادث حديث. إن النظام السوري، وبالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين والعرب والسوريين، وبالنسبة لمعظم الدول ولمنظمات حقوق الإنسان، هو نظام فاقد للشرعية وللمشروعية، هو نظام سجون وقبور على مدى عقود وعقود أثخن اللبنانيين بالجراحات والذكريات المؤلمة من قصف وتدمير وانتهاك كرامات وخطف آلاف من اللبنانيين من مختلف الطوائف، وتصفية واغتيالات وتفجيرات وسرقة مخدرات الدولة، وآخر حبات العنقود كانت شبكة الأسد مملوك سماحة وتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس. فكيف يا عم يريدون للحكومة اللبنانية التي يفترض بها التعبير عن الشعب اللبناني أن تقفز فوق كل تلك الاعتبارات، وأن تقفز أيضا فوق الاعتبارات العربية والدولية لتقيم علاقات مع نظام مرفوض من كل تلك المرجعيات؟ كيف؟
بكافة الأحوال، هل ما زال هنالك نظام في سوريا؟ هل النظام السوري هو الموجود؟ أم أن هنالك في سوريا نظام وصاية مثل ما نشوف كل يوم، إيراني، روسي، أمريكي، تركي؟ أيها الإخوان، في 26 نيسان 2005 أخرج جيش النظام السوري من لبنان ولن يعود. في 8 أذار 2005 حاولتم إبقاء جيش الأسد في لبنان فكانت 14 أذار. وثقوا الآن أن الساحة ما زالت موجودة وجماهير 14 أذار وبخلاف ما يشيعه البعض ما زالت حاضرة، فلا يحاولن أحد من جديد. أيها اللبنانيون، إن لبنان الذي شرع أبوابه أمام النازحين السوريين بدافع إنساني وأخلاقي لم يعد قادراً بعد مرور 7 سنوات على هذا النزوح على تحمل تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، خصوصاً بعدما بلغت الأزمات الاقتصادية في لبنان حداً غير مقبول. إن ظهور بعض المناطق الآمنة في سوريا مؤخراً وبروز بوادر هدنة طويلة الأمد تمهيداً لنضوج الحل السياسي المنشود بات يحتم على الحكومة اللبنانية تنسيق مع المجتمع الدولي لإيجاد الطرق الآيلة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم ومدنهم أو أقله في مرحلة أولى انتقالهم إلى المناطق الآمنة كخطوة متقدمة باتجاه عودتهم النهائية إلى أماكن سكنهم الأصلية. أما مطالبة البعض بالتنسيق مع نظام الأسد لإعادة النازحين السوريين فهي دعابة، دعابة لأنها تذكرنا بالمقولة بمقولة وداوني بالتي كانت هي الداء. أيها اللبنانيون، صحيح أننا منذ انتخاب الرئيس ميشيل عون بدأنا نتجه أكثر نحو استعادة المؤسسات الدستورية، وصحيح أن حكومة تشكلت برئاسة الرئيس سعد الحريري وأنجزت بعض الملفات، ولكن هل استطعنا بالفعل استعادة الثقة؟ لا شك في أن تركة عهد الوصاية القديمة منها والجديدة كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير لتنظيف لبنان منها، لكن غياب الرؤية وعدم الجدية في بحث ملفات كثيرة ومواطن الفساد الكبيرة والكثيرة على الرغم من الجهود الكبيرة لوزراء القوات اللبنانية تضيع كل الجهود وتبقينا في الحلقة المفرغة ذاتها. فالدولة اللبنانية تعيش على مستوى إدارتها حالاً من انعدام الوزن والرؤية والمشروع. لقد عقدنا العزم منذ اللحظة الأولى لدخولنا هذه الحكومة على محاولة النهوض بالواقع المظلم، خصوصاً لناحية إيجاد رؤية وخطط عمل واضحة والتزام تام بالإجراءات القانونية وتنفيذ جدي وسريع للمشاريع المطلوبة والقضاء على الفساد والزبائنية في الدولة. نجحنا تماماً وباعتراف الجميع في الحقائب الوزارية التي اؤتمنا عليها، لكننا نعاني كثيراً فيما تبقى. لقد نجحنا نسبياً في بعض الجوانب، لكننا لم نصل بعد إلى ما نصبوا إليه، لكننا لن نستسلم وسنتابع قدماً على الرغم من صعوبة العمل ولو بخطوات صغيرة وإنجازات متواضعة حتى الوصول إلى الدولة المنشودة. بمقدار ما تشكل ازدواجية السلاح والقرار الاستراتيجي معضلة كبرى للبنان، بالمقدار ذاته يشكل غياب الرؤية وتفشي الفساد وعدم الجدية في التعاطي بالشأن العام معضلة كبرى ثانية للبنان. يمكن للبنان أن يتحمل معضلة كبرى، لكنه بالتأكيد لا يتحمل اثنتين. إننا عاقدو العزم على تخليص لبنان من الثانية كما من الأولى، فهلموا جميعاً أيها اللبنانيين لكي نستطيع سوياً إنجاز ثورة بيضاء نحن بأمس الحاجة إليها. أيها اللبنانيون، نشتكي كثيراً ليل نهار، نشتكي وبحق من كل شيء، من الفراغ السيادي إلى ازدواجية السلاح، ومن وضع الطرقات إلى فرص العمل والكهرباء والماء والبنى التحتية والوضع المالي للدولة والفساد والفساد والفساد. إن الشكوى والتذمر هما أمر مفهوم ومشروع، لكنهما لا يطعمان خبزاً ولا يسقيان ماءً. ما هو غير مفهوم وغير مقبول
هو ألا تترافق هذه الشكوى مع أفعال ملموسة لتغيير الواقع القائم، وكأننا أيها اللبنانيون أصبحنا مجرد مشاهدين لعرض مسرحي لا دور لنا فيه سوى التفرج والتصفيق أو النحيب، بينما بالحقيقة أننا معنيون أولاً وآخراً بكل فصول المشهد، سواء لجهة الاستمرار في التفرج على أدوار الفساد والاهتراق وانتهاك السيادة من دون تحريك ساكن، أو لجهة إزدال الستارة على ذلك كله. إن التغيير المنشود هو بمتناول أيديكم، هو رهن إرادتكم وحدكم. إن السلاح الماضي الذي تمتلكونه والذي يتفوق على كل الترسانات العسكرية هو سلاح الاقتراع الكفيل وحده بإحداث ثورة بيضاء تطيح بكل ما تشكون منه. أيها اللبنانيون، إن مجتمع قدم عشرات آلاف الشهداء ليس بمجتمع جبان أو خمول أو متخاذل أو رافض للتغيير، إنما هو مجتمع متحرك متمرد مسيس بامتياز، وإن مجتمعاً أشعل شرارة الربيع العربي في العام 2005 ليس بمجتمع رجعي راكد متآلف مع الواقع المزري القائم، إنما مجتمع تغييري إصلاحي سيادي لا يقبل بالرضوخ والذمية السياسية. إن مقولة كما تكونون يولى عليكم لا تسري على الشعب اللبناني، لأنه شعب راق نزيه شريف يستحق أن يتولى إدارته مسؤولون من الطينة ذاتها. إن المطلوب اليوم هو أن يأتي الشعب اللبناني بممثلين عنه يشبهونه في أخلاقياته وعيشه اليومي، ولا يشبهون مجتمعاً آخر يعيش عالمه الخاص ومصالحه الخاصة. إن القوات اللبنانية تنشد التغيير وتعمل له انطلاقاً من الانتخابات النيابية المقبلة، ومثلما اختارت وزراء ناجحين منتجين نظيفي الكف واللسان، فإنها حتماً ستختار مرشحيها للانتخابات النيابية من النوعية ذاتها. فهلموا هلموا وأعدوا طريق التغيير. أيها اللبنانيون، اقترعوا لأصحاب الأكف البيض والسير البيضاء، اقترعوا لأصحاب السياسات العامة وليس لأصحاب الخدمات الشخصية، اقترعوا للأكفاء وليس لمجرد الأقرباء أو المعارف الشخصية ولو لم يكونوا أكفاء، اقترعوا للشجعان الذين لا يهبون شيئاً ويقولون للأعور أعور بعينه. لا تخترعوا للذين يتكلمون ليل نهار ولا يفعلون شيئاً، بل للذين يتكلمون قليلاً ويفعلون كثيراً. أيها اللبنانيون، نحن جميعاً تواقون للتغيير، ونحن كقوات لبنانية أثبتنا مراراً وتكراراً أننا أرباب التغيير المنشود. لا تخترعوا للذين لا سياسات واضحة لديهم، خصوصاً على المستويات السيادية في الدولة. بعد كل ما عشتموه من تجارب تعرفون تمام المعرفة من يفعل ماذا، فلا تتأخروا واقترعوا للذين رأيتموهم بأم العين يفعلون ما تريدون. الأمل موجود دائماً إذا عرفنا كيف نصنعه، ونحن له لصانعون. أيها اللبنانيون، لا تدعوا هذا الحلم يسقط من أيديكم، لا تتركوا اللامبالاة والشلل والمصالح الضيقة تنتصر عليكم في صناديق الاقتراع، لتكن أصواتكم انتصاراً من أجل الحياة، لتكن إعلاناً عن التمسك بلبنان الدولة القوية، الدولة التي تلبي طموحاتكم وأحلامكم. إن القوات اللبنانية وكما كانت في الحرب تقف في الخطوط الأمامية للدفاع عن الحرية والكرامة والسيادة، تقف اليوم أيضاً في الخطوط الأمامية للدفاع عن الدولة القوية والمجتمع الصالح والإنسان المحترم وعن حقوق المواطنين وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي. فهلموا هلموا ولا تتأخروا، أعلنوها ثورة بيضاء على طبقة سوداء وسياسات رمادية سوداء فاسدة. وتذكروا دائماً أنه إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القضاء. أما أنتم أهالي الشهداء، صحيح أنكم خسرتم أبناءكم،
لكنكم ربحتم وطنا يستحقه أحفادكم. صحيح أنكم ذرفتم دموعا سخية على أحبائكم الشهداء، لكن دموعا أسخى كانت ستذرف على وطن ضائع وكرامة مهدورة وحرية مداسة. صحيح أن جمرة الموت لا تحرق إلا مكانها، لكن هذا المكان لا تعتقدوا أنه محصورا بقلوبكم فقط، وإنما يمتد على مدى 10452 كيلومتر الذي أحرقته جمرة استشهاد أبنائكم. صحيح أن حرقتكم كبيرة على أبنائكم الشهداء، لكن حرقتكم كانت لتكون أكبر لو ربحتم أبنائكم وخسرتم وطنكم وأمنكم وحريتكم وعزتكم وكرامتكم وعزتكم وكرامتكم، لأنكم أيضاً كنتم ستخسرون أبنائكم في وضعية ستبكون فيها أولادكم كل صباح ومساء. صحيح أن الحياة غالية على كل الناس، لكن الموت في هذه الحالة يصبح هو الحياة. فهنيئاً لكم، هنيئاً لكم حياة خالدة لأبنائكم بالروح والقلب والذكرى. أما تعازينا الغير حارة فنخص بها فقط من ربح حياته لكنه خسر الكرامة والحرية وكل ما يمت إلى الحياة بصلة. أما أنتم شهداءنا الأبرار، رفاق دربنا على الدوام، يجمعنا كل عام أيلول الشهادة معكم، لا لكي نستعيد ذكراكم، بل لكي نشهد أمامكم على أن وجداننا سيبقى أميناً لكم، وأن عزيمتنا ستبقى صلبة، وأملنا بالغد سيبقى ثابتاً يقيناً. إن نقاء وجداننا وعناد عزيمتنا واليقين في أملنا كانت في كل مرة وحدها سلاحنا الأمضى، ذلك الجنون في إرادتنا الذي عاكس معادلات الأعداد وموازين القوى. فاتهم أننا لسنا مجرد هواة حرب ونار وسلاح، بل مقاومون مؤمنون وبالمقاومة مستمرون. وكما قتلنا الحديد والنار عندما دعت الحاجة، سنقاتل اليوم أيضاً الفوضى والفساد وثقافات الاهتراء والخنوع وعبادة الذات. حسبنا أن لنا إرادة آتية من وجدان تاريخي وعزيمة فيها من صلابة صخورنا وعناد أرزنا، وأملاً لا تحده أفاق. على قاعدة كل هذا، ومن أجل أن تبقى لنا هذه الأرض حرة ونعيش عليها إحراراً كرام، ولأن الخنوع واستجداء العيش ما كانا يوماً في قاموسنا، ولأن اليوم يكمل الأمس ويمتد حكماً إلى الغد، ولأن لأبنائنا وبناتنا الحق في ألا تهدر مقومات عيشهم وكرامتهم وأحلامهم وفخرهم بهويتهم، نقف الآن في رهبة المقام لنقولها مرة من جديد لشهدائنا: على طريقكم سائرون، بالمقاومة مستمرون، حتى الاستشهاد أحراراً باقون. المجد والخلود لكم شهدائنا الأبرار، العزة والكرامة لشعبنا القوي. عاشت قوات لبنانية، ليحيا لبنان.